السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ بخير يعني، كنت تكونوا بخير ولا خير، بصحة جيدة. فيديو جديد ان شاء الله. اليوم عاد خرجنا من الخدمة، باش ما نطولش الاخوان، اليوم غنهضر لكم على شنو الاخوان. كاين واحد القانون هنا في اسبانيا، القانون ديال اللي كينظم الهجرة. مثلا انت دابا اسبانيا كيفاش دابا دايرة القضية؟ دابا انت ملي كتجي اول مرة كونترا مثلا، ولا كتجيب مارياج وجواج مثلا، تجمع عائلي، شنو تيديروا لك؟ كيعطيوك الإقامة عام. أنا مثلا جيت بكونترا، العام اللي جيت بكونترا عطوني عام، كيعطوك عام. شو الإخوان؟ كيعطوك عام، وهذاك العام خصك تخدم فيه ست شهور خصك تخدم فيه. يعني ست شهور بكونترا بلاسيرونس داكشي، يخدمو يخلصو عليك داكشي ديال القوانين وداكشي. يعني كيديكلاريو بيك باش نهار اللي عاد مشيت تبدل الوراق، هاي سالي العام غادي يا سيدي تمشي تبدل الوراق ديالك. ملي عاد تمشي تبدل يقول لك اخويا الكونترا ديال خدام، الكونترا جيب لي الورق من هذاك، بالله راه الورقة اللي كتثبت انك خدمتي 6 شهور. يا اخوان خصنا نعرفوا هاد القضية. يعني انا ما كنتش عارف هاد الشيء، جيت لهنا عرف داك الشيء. انا باش كنت في المغرب ما كنتش عارف هاد الشيء، وهي صعيبة ما كان. علاش الاخوان كنقولكم هاد الهضرة؟ كاين شي وحدين راه كان عندهم الورق ودابا ما عندهمش الورق، كانت عندهم إقامة ودابا ما عندهمش. علاش؟ حيت ما خدموش، ما لقاوش الخدمة، الله أعلم، مع الظروف ديالهم ما سمحتهمش الخدمة. غنقلب على الإخوان دابا ونشوفو والطريق ونكملو. ما عرفتش على الإخوان الظروف ديالهم كيفاش حتى ما خدموش. تيقول لك أسيدي خصك تخدم مثلا عام، 6 شهور خصك تخدم فيه، عامين عام خصك تخدم فيه. هاد الشيء ضروري كيطلبوه لك نهار اللي كتبغي تمشي تبدل الورق. الورق ما كيعطيوهولكش حتى، صافي هاك الورق، هاك الإقامة وصافي وكينساوك. لا، ورا المشاكل ديالك تحلت. لا الإخوان، أنا هادشي أنا نرجع لكم دابا للإنتخابات، الدور ديال الإنتخابات أشنو وقع؟ ما كانش هادشي، كان داكشي ساهل، ما كانش هاد التعقيدات كلها. ناضو نهار اللي نجحوا في إنتخابات اليمين، هادوك صحاب الحال داروا هاد القانون هذا ديال اللي كينظم الهجرة. قانون صعيب ومازال باغيين يصعبوه. هادشي اللي داك النهار اللي درت لكم الاخوان داك الفيديو، هضرت على الانتخابات وناضوا ليا. المهم راه عطاوني علاش كنعاود، المهم داروا لي السينيال وداروا لي، ما كتشمهمش. كتقول بحال هاد الهضره هادي، كتقول الصراحه والحقيقه، ما كيشبهمش العام. كما قلت المهم نرجع للموضوع ديالي الاخوان. من شي حتى حتى جيتي مثلا تجمع عائلي، ولا جيتي بكونترا وباغي تخدم وكتخدم، خصك الاخوان غادي سجلت سيتو، خصك تخدم 6 شهور في العام. ضروري خصك تخدم 6 شهور في العام. ملي كتجي كيعطيوك عام، كتسالي داك العام كيعطوك عامين، وهاديك العامين خصك تخدم عام. ملي كتسالي ديك العامين تعطوك عامين اخرى، فهاديك العامين خصك عام تاني على الاقل تكون خدمتي. المهم عام وطلع للفوق. ملي كتسالي العامين الثانيه كيعطوك 5 سنين، ديك الساعات كترتاح، كتبقى دير معاه شهاده السكنه وصافي، وشي وريقات داكشي، ماشي باسبور وكما عارف تصاور وداكشي. اما ال5 سنين الاولى الاخوان راهم صعيبه بزاف، صعيب. داكشي اللي درت هذا الفيديو، انا ما كانش في بالي ديك المره، كنت جالس تفكرت قلت ويلي هذا فيديو مهم، هذا الفيديو. المهم الاخوان اللي عاد جاو، المغاربه اللي عاد جاو، ولا تسايريه ولا تونسه، كاين اي مهاجر جا لهنا راه عارف هذا القانون. ولكن المغاربه اللي عايشين في المغرب معولين يجيو، ولا شدوا الفيزا، ولا عندهم كونترا، ولا تجمع وغادي يجيو لاسبانيا، الاخوان خصكم تعرفوا راه كاين قانون ديال الهجره، راه صعيب، قانون راه صعيب، راه خصك تخدم. لكن اللي يقول لك كاين اللي كتجي فرصه مثلا خدمه وما كتعجبوش الخدمه، لا راه في ما لقيت خدمه حنا راسي، صيفطوني نسرح المعيز، امشي نسرح المعيز، يلاه سيدي صيفطوني امشي نجني البعوين، امشي نجني البعوين، امشي نجني التفاح، امشي نجني التفاح، امشي ندير ما عرف كاع داكشي. الخدمه كيما كانت عن حنا راسي وامشي نخدم صافي، ما كاينش، ما كاين، هذا هو الحل، ما كاينش حاجه اخرى، هذا هو الحل الاخوان. نحنا وهي مشي عاب الورق، هي مشي عاب باش نبدل الورق ديالي، امشي
راه ديما راه خدمه كتخرج لك خدمه وخا ما تعجبكش حنا راسك مزيان. علاش؟ حيت انت مرتبط ب عندك خصك تخلص الكرا، خصك تخلص الماء، خصك تخلص الضوء، خصك تخلص الغاز، خصك تخلص الانترنت، خصك تخلص ماكلتك، خصك راه ماشي راه صافي نسى هذيك ديال با امي وخويا اختي ولا هذاك الشيء نساه. هنا راه صعيبه قضيه، راه صعيبه كتعول على راسك، ما كيعقل ما يعقل عليك حتى شي واحد. واش بنادم يخلص عليك الكرا؟ ما يمكنش. خلص عليك الماء الضوء؟ ما يمكنش. العاس سلفك راه يشوه بيك، هاي مشى الليل كاع يقولوا رانا سلفتو. خصنا نعرفوا القضيه، خصكم تعرفوا الاخوان، راه ماشي كلشي كيخدم الضمير ديالو كلشي، لا راه كاين اللي سلفك عيشوه بيك. هذا الشيء اللي قلت لكم الاخوان، بنادم يتقاتل، واحد يتقاتل ويخدم 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 باش نهار اللي غنجي نبدل الوراق نبدل وانا مرتاح. ما يمكن ما قلت لكم الاخوان كيعطيوك عام في الاول ملي بحركه تجي كيعطيوك عام من الديبار، كيعطيوك عام ديك الساعه ما كيطلبوش منك. المهم راك جايب كونترا ديالك وراه جاي من المغرب، راه جايب وراقك كيعطيوك عام. يوم من بعد كتسالي العام كيعطوك عامين، هذيك العامين تيطلبوا لك شهاده السكنه ضروريه، كيعطوك عامين. ملي كتسالي ديك العامين كيزيدوك عامين اخرى صافي. ملي كتكمل 5 سنين من ديك الساعه كتبقى كل 5 سنين كتبدل، كيبقاو يعطيوك الورق ديال 5 سنين، غتوصل ل5 سنين غيطلبوا لك شهاده السكنه. ها هو اللي كنتمنى وكنطلبوا كنطلبوا من الله هاد الحكومه اللي هتجي ما يجيوش هذوك اليمين واليمين المتطرف، حيت الا شكلوا الحكومه هذوك كونوا متاكدين على الاخوان راه تكون مستجدات، كونوا متاكدين على الاخوان راه تكون مستجدات في قانون الهجره، راه غادي يصعبوها. طلبوا مع الله ما يربحوش، ما يشكلوا ماشي هما اللي يشكلوا الحكومه، حيت النتائج ديال هاد الانتخابات كانت شويه غريبه، كانت غريبه وغريبه. حتى حزب ما عنده الاغلبيه، وحتى حزب ما يقدر الا ما تحالفش مع وحدين اخرين ما يتحد. هادشي اللي كاين الاخوان، انا غادي نسالي الفيديو. المهم ديما راه كيما عرفنا ديما الفيديوهات كنجيب باش الواحد كيستافد، كنجيب مستجدات، كنجيب حوايج اللي الواحد يستافد منهم، وكنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الفيديو. وهذا شكرا لكم، تهلاو في راسكم والله يعاونكم حتى الفيديو ديال غدا ان شاء الله الى كتب.